العناني اللي كتسيرو في هاد المدينة مرفوض مرفوض. سيخيي كيحكرنا علاش كيحكرنا؟ شنو منا له؟ شنو منا لك السيخيي؟ أول يناقشوا الميزانية بالست وين يفتحوا الأوراق اللي كاينة ديال الاستفادات فين مشات وفين تشفرت، لأن كيتخبيو. عملوا واحد جمعية بلطجية ديالهم، هذه هي الخطة السياسية ديال التطبيق ديال خريطة الطريق، وعملوا هذا الشيء. هذا السلطة كتخبع بالجمعيات، أعوان السلطة كيتخبعوا بالجمعيات، هما كيتخبعوا عاود في السلطة تمشي تعطيك. حنايا كيلعبوا بينا التنسات، ولهذا حنايا مغاربة مواطن وخصنا الحقوق ديالنا وخصنا نعرفوا طنجة في يد من؟ في يد من؟ حنا كنعرفوها في يد جلالة الملك. النهار اللي كيدخلوا كيشطبوا الطرقات كنكونوا حنايا جنود مجندين، ولكن غير كيمشي كلشي كيتجمع والدرويش مقهور. هيا في قرزيان بدرشيطة بنديبان. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا اليوم جينا نوصلوا الصوت ديالنا لهذا المجلس هذا اللي ما كيحسبناش لا مبالاة. جينا معاه في الطلبات ديال اللقاء الحوار، بغينا نناقشوا المشاكل اللي كيعاني منها السوق بارشفاء الجديد، عديد ديال المشاكل. السوق غادي في الانهيار مؤخرا، بداو غادي يناقشوا لنا الكراء. واش حنا الناس هادو ما كاينش لقمه العيش، ما كيستفتحوش نهائيا، واخا باغي الكراء وجايبين لنا الضريبه. حنا السوق ما كيوصل عندنا لا كليان لا حتى شي حاجه. هاد الناس هادو عينا عليهم الحوار، ما بغاوش الحوار. اليوم جينا نوصلوا لطريق الاحتجاج ديالنا، كيقمعونا كيستعمرونا لا مبالاه. وهاد المجلس فاشل، مشاريع ملكيه عطانا هاد الناس هادو ما كيسيروهاش الولايه معانا رجل برجل. هاد الناس هادو دايما كيخونوا بينا. اليوم جينا نوصلوا الاحتجاج ديالنا، جينا نوصلوا الرساله ديالنا لهاد المجلس ديال سيدنا. استفاده ملكيه، استفاده ملكيه. حنا ديك السوق كنموتوا فيه كنعانيو، حنا مع التيتسين سيدنا الله ينصرو. هاد الناس هادو كيفرضوا علينا الكيرة، حنا عندنا استفاده من عند سيدنا بالمجان، سيدنا الله ينصرو. دابا هاد الناس هادو تيقول لك بان خصكم تخلصوا الكيرة. حنا ديك السوق جا فواحد الموقع لا ما كاينه لا بيع ما كاينشرو فيه، يعني ديك السوق هذاك حنا ضحيه. وهاد الناس هادو ما كيصرفوش يسلمونا الضب الاخراني، ما ضبنا حنا كنمدوا راسنا، حنا كنشطبوا راسنا الاسبان راسنا، طالعه علينا الموضه وكنخلصوا من راسنا كلشي. المسائل كنخلصوها العسه كلشي من دخلنا، يعني الناس كتموت بالجوع. هو كيزي كيقول لك غنفرض عليك سومه كرائيه، يعني كان عملنا لهم الطلب الاول الطلب الثاني الطلب الثالث، ما بغاوش يتحاوروا معانا، شادين علينا الدبيبه. ايام 15 يوم والله ما كنشوف شي درهم، الضو والعساس كنخلصوا من الدار على الرقبه ديالي. الماء والضو. الضو 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 العساس، العساس كنقول لك كنخلصوا من الدار. اذا كان جيب فلوس من الدار وخلصوا، ولا رقد كاين 24 يوم ولا والله كنشوف شي درهم ما كايناش. شهر شهر تمايا تنبقاو 5 ايام 10 ايام 15 يوم حتى تفتحوا، ودابا جابوا لنا واحد الورقه تفاجئونا بها بالله. هو يعني نمشيو نحصلوا نعدلوا الضريبه، وحنايا تنقيلوا تما ما تنسفحوش مره بالنسبه نهائيا، وتنطلبوهم العام زيد في قرار الاستفاده ديالنا. باقي ما بغاوش يعطيوها لنا، ما عرفناش علاش، شنو السبب اللي يعني كاينه وهادشي اللي كاينه.